عيون السما الزرقة في ليل أسيوط تنور قلبك الدافي كما الزلوط وتزرع فيها وتربي كشجر التوت هقولها لك وانا واقف بعلو الصوت بحبك حب ميكي لعم بطوط ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. الله يا ابو وديع الله ما شاء الله ايه الكلام الجميل ده بمناسبه الشعر الجميل اللي انا ما فهمتش منه ولا كلمه. حضرتك بتاخد شاي وكيك ولا شوكولاته وقهوه؟ يا مدام قلت لك 100 مره اني الشاي وكيك والاستاذ اللي بالفصل الثاني هو اللي قهوه. حاضر يا فندم حاضر من غير ما تزعل نفسك اتفضل. لا ازعل يا مدام ازعل مش كل مره تضيع لي دقيقتين من وقت الحصه وانا عشان طيب يعني بوقف الستوب ووتش عشان بحبكم. زي غيري جميلة جميلة جدا. اه حضرتك تعليها شوية بس عشان هالحتة بتاعت ألف ليلة دي. أنا سامعك سامعك يا مستر. تقصد إيه يعني إنك مش زي غيري وبتحبهم؟ أنا ذنب إيه إنك هفق وبتضيع دقيقتين من وقت الحصة في أسئلة الهانم ومش بتحسبهم زي ما أنا بعمل من وقت الحصة؟ صلوا على النبي يا جماعه معقوله هتتخانقوا عشان خاطر دقيقتين في داهيه الدقيقتين وحضرتك صحتك من الدنيا ليه بتعمل في نفسك كده؟ يا سلام هو حضرتك خايفه عليا؟ لا اطلاقا انا خايفه تتخانقوا مع بعض اكتر وتضيعوا على اولادي وقت اكتر من الحصه. اخس وانا اللي كنت فاكر ان صحه المعلم اهم عندك من وقت الحصه. قول لحضرتك كده وشغل الستوب ووتش بتاعت الحصه. لاحظي كده ان انا هاجي على الدرس اللي بعده وبالتالي هظلم تلاميذ تانيين مع اني اصلا حاسس اني بصراحه كده هعتذر اني اكمل الحصه دي لان هفتان وصحتي كده مش مساعداني. ليه يا فندم ليه؟ ليه على ايه كل ده؟ ده صحه حضرتك بالدنيا وادي الستوب ووتش انا شغالها بنفسي. الحقيقه لو حضرتك تعبت مثلا لا قدر الله جات لك ازمه قلبيه مثلا او ذبحه صدريه او اتكلت على الله مت مش هعرف اتصرف مش هقدر اجيب لعيالي اي مدرسين تانيين لان احنا في موسم امتحانات. يعني حضرتك يعني اعترفتي ان احنا صحتنا مهمه. طب بمناسبه كده يعني شوف لنا حاجه ترم بيها عضمنا. ايوه يا اخي اتكلم كده حلو من الصبح. ما تنسيش حضرتك تتوصي باللحوم والاسماك. ولو في صبيت تبقى اتعشت يعني. ما شاء الله بتتعشى صبيت. طيب من عينيا الاثنين. وبالنسبه للحوم بقى بتحبوا التسويه ايه؟ تحبوها ويل دان ولا ميديوم ويل ولا بتاكلوها نيه؟ شكلكم بتاكلوها نيه.